هل تعلم أن القرآن فيه قسم في الخيول؟ الله عز وجل أقسم بالخيل، صورة بتقرأها كثير ما بتعرف معناها، والعاديات ضبحا. هنا الله عز وجل يقسم بالخيل الأحصنة. طبعا الله عز وجل لما بده يوصل رسالة في القرآن أو فكرة معينة، يقسم. إذا كانت فكرة بده يؤكد عليها يقسم قبل ما يحكيها، وعادة يقسم بأشياء عظيمة، ولما يقسم احيانا بيشرح لك ليش اقسم بهذا الشيء، ليش هو عظيم اصلا. فوالعاديات ضبحا ومن القسم، والقسم طبعا. والله تمام. فوالعاديات ضبحا، اذا الله اقسم بالعاديات. من هم العاديات؟ التي تعدو بسرعه. ضبحا هو صوت العدو، ترقد ترقد ترقد. ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات يعني اللاتي يصنعن قدحا، نار. ضربهم رجليهم بيصنع شرار على الارض. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هاي سهلة. فالمغيرات التي تغير على الأعداء صبحا ما مطلع الفجر. فأثرنا به نقعا، شايف أثرنا به نقعا، فصنعنا غبارا. فأثرنا نقعا، النقع هو الغبار، يعني لما دخلوا على الأعداء على الصبح صنعوا غبار. فشو صار؟ فوسطنا به جمعا، فمع الغبار وقوتهم توسطوا جمع العدو وصاروا في نص العدو، وبدأ بعدين هجوم فتاك من النص. الآن هو خلص القسم، بيجي وقت الفكرة اللي بده يحكيها التي يقسم عليها. بس لاحظ قبل ما يحكي الفكرة اللي بده يحكيها أقسم لك بالأحصنة وشرح لك ليش هي عظيمة وليش أقسم فيها. بعدين بيدخل في الفكرة اللي بده يوصلها، إن الإنسان لربه لكنود، يعني الإنسان لربه جحود كفور، وإنه على ذلك لشهيد، ويشهد بذلك. الإنسان يشهد بأنه لربه جحود وكفور فعلا. نحن كلنا في الليلة ما نام نحكي والله أنا حيوان. وإنه لحب الخير لشديد، عند ربه جحود كفور، حب الخير وحب الفلوس جبار شديد، بيعرف يجيب الفلوس، بيعرف يفكر، بيعرف يفكر في الدنيا. وانه لحب الخير لشديد. بعدين بيكمل لك، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، يوم القيامه طلع ما في القبور وحصل ما في الصدور، ان ربهم بهم يومئذ لخبر. صدق الله العظيم.